فازت 3 أفكار في النسخة الثانية من مسابقة الابتكار الحكومي فكرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019، وذلك بعد اختيار الأفكار الفائزة من قبل لجنة ضمت عددا من أصحاب السعادة الوزراء في المرحلة النهائية من المسابقة إلى جانب تصويت الجمهور. وقد هنأت لجنة الوزراء الأفكار الفائزة باختيار اللجنة والتي ضمت كل من فكرة مركز التوظيف الافتراضي لإيمان السماك وابتهال الشهابي من هيئة تنظيم سوق العمل، وفكرة منصة محاكم لأحمد العريفي من مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى الفكرة الفائزة باختيار الجمهور وهي فكرة إي بارك بي إتش لعالي القحطاني من وزارة الداخلية ونوف القحطاني من وزارة شؤون الشباب والرياضة. وأشادت اللجنة بما تم طرحه من أفكار إبداعية ومتميزة ستسهم في رفع كفاءة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين، منوهين بما اطلعوا عليه من عروض للأفكار 12 التي تأهلت للمرحلة النهائية من مسابقة فكرة، وتقديرا للجهد الذي بذله أصحاب الأفكار الفائزة ولمواصلة تنفيذ الأفكار بأعلى معايير الجودة والتميز. سيتم عرض الأفكار على اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لتطبيقها في الجهات الحكومية المعنية بكل فكرة منها. هذا وقد ضمت اللجنة كل من سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، وسعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة، وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، وسعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء. وقد تأهلت الأفكار 3 بعد سلسلة من مراحل التقييم في إطار المسابقة التي تهدف لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار باعتبارها محركا رئيسيا للتطوير، بما يتيح الفرصة لإشراك موظفي القطاع العام في طرح الأفكار والمقترحات التي تخدم تطلعات العمل الحكومي وتطوير جودته ومخرجاته من خلال تحويل التحديات إلى فرص تطويرية تتماشى مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة وبرنامج الحكومة 2019-2022. مسابقة أثبتت قدرتها للعام الثاني على التوالي في تحفيز الطاقات الوطنية لنخبة من العاملين في القطاع الحكومي وإخراج ما لديهم من مقترحات ولد معها الابتكار والتفرد حتى يسهل فيما بعد تطبيقها على أرض الواقع العملي. من 600 مشارك قدموا يعني مبادرات وابتكارات انتهت إلى 40 ثم إلى 12، واليوم انتهت إلى مشروعين أو 3. المهم فيها كان الجو الخلاق، جو الإبداع اللي ساد، وتسابق الشباب لتقديم خلاصة هالأفكار. عندنا 12 فكرة اللي تم التركيز عليها، وكنا نقيم هذول الأفكار بالنسبة لمدى تماشيها مع رؤية سيدي سمو ولي العهد اللي هي رؤية 2030 إن شاء الله. فمن يعني الأفكار هذه كانت من أروع ما يكون. السنة في الحقيقة واضح من خلال الأعمال ومن خلال الأفكار إن هي تتوجه إلى أو تطابق استراتيجية التحول الرقمي في مملكة البحرين. مجمل الأفكار أكثر من 80% منها تستخدم التكنولوجيا لحل مختلف المشاكل، تقليل التكلفة ورفع الفعالية، لذلك التكنولوجيا تعتبر أساس في تنفيذ معظم هذه الأفكار. منافسة شرعت إلى خوض غمارها 12 فكرة، كل منها عالجت موضوعا معينا لم يسبق أن تم طرحه، ليتم إرفاقه بالبراهين والأدلة المقنعة الدالة على عظيم جدواه ونجاعة مخرجاته. فكرتنا هي تسهل استخدام المواقف في البحرين، هذا شيء الكل يحتاجه، ونستبدل العدادات اللي تستخدم العملات المعدنية والورق إلى أبليكيشن جدا بسيط، تطبيق إلكتروني
يدفعون يجددون يحددون أوقات الذروة كلها عن طريق التطبيق. إن لازم يكون في تضافر جهود وزارة الداخلية وزارة الأشغال والحكومة الإلكترونية وبعض هيئات وبعض الجهات المختصة بالدفع الإلكتروني على أساس أنه يتم تطبيق هذه الفكرة. منصة محاكم هي منصة إلكترونية شاملة ومتكاملة من شأنها تعزيز إجراءات التقاضي وتعزيز القطاع العدلي من خلال توحيد كافة الإجراءات القضائية وتحولها إلكترونيا بما يعزز من سرعة الفصل في القضايا ويؤكد على أهمية جودة الخدمة المقدمة للمتقاضين بالإضافة إلى ضمان رضا المتعامل. التوظيف هو دائما موضوع يلقى اهتمام القيادة ويلقى اهتمام الجميع ويأثر على اقتصاد البحرين، وإحنا نعرف اهتمام الحكومة بالمواطن وهذا مشروعنا يمس كل مواطن بحريني. مسابقة الابتكار الحكومي هذا كان قد تبنى إطلاقها إلى حيز الوجود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي هدفت منذ إقرارها إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي ورفع جودته عبر مبادرات تطويرية تتصف بالاستدامة والتنافسية والعدالة.